البنت اللي سافرت الهند. الهند ده هي قصة اللي هي من اكبر يعتبر اسمى بنت في العالم. والحقيقه انا مش عارف رايك ايه في الموضوع ده. الموضوع ده مسبب لي انا شخصيا الم. والله هو بص احنا يعني حاسين مش بالم واسف كبير جدا جدا. ولكن الموضوع احنا عايزين نبين للناس ان الموضوع ده فيه ظلم للاطباء المصريين كتير جدا. ايوه. لان الاطباء المصريين احنا عرضنا على البنت دي وكتير من اصحابنا انا عارفهم بالاسم عرضوا عليها عرض مباشر ان هي تيجي ويتعمل لها العمليه فري تماما من غير ما تدفع ولا مليم. ولكن هي رفضت لاسباب ايه الله اعلم. هي اسباب مرتبطه بيهم اللي تجاريا. ان في ناس اصلا يعني من بره من دول عربيه بيجونا في مصر واحنا عندنا اكبر الاطباء. فاحنا اتضايقنا بس من الحته دي. لا بص حضرتك هو الموضوع فيه لغز تجاري احنا مش فاهمينه. لان في ناس انا عارفهم اتواصلوا مع البنت دي شخصيا وطلعوا بيان من عين شمس بالبتاع ان هم طلعوا ان راحوا واتصلوا بها شخصيا وعرضوا عليها ان العمليه مجانيه تماما. ولكن هي رفضت تماما لسبب ما احنا مش عارفينه بالتاكيد. بس احنا يا جماعه احنا هنا عشان نرد على الاطباء المصريين تماما. الاطباء المصريين كاطباء هم اقدر الناس وانجح الناس على مستوى العالم في كل العمليات. بيجولكم من كل الوطن العربي يعني. لا بيجولنا واحنا بنسافر وبنشوف مستويات الناس الثانيه وبنشوف نفسنا كويس قوي. انسانيه اكيد في تكاتف اكيد. فاحنا احنا تكمله لهذا ردا الموضوع على ده بقى تكمله لهذا الموضوع بما ان احنا يعني متاثرين نفسيا جدا احنا بنعرض ان احنا الحالات المشابهه اللي هي عندها سمنه مفرطه والسمنه المفرطه دي مسببه لها امراض متعلقه بالسمنه المفرطه دي زي ايه؟ زي مريض سمنه مفرطه معاه سكر او معاه امراض متعلقه بالعمود الفقري او سمن او المفاصل بتاعتها خلاص ما بقتش او السكر او حساسيه الصدر التنفس مشاكل التنفس عموما وغير قادره. احنا من خلال البرنامج ده احنا متكفلين بيها تماما. ده احسن رد مش كلام بس. بقول لحضرتك وانتم شهود على ده مش حاله واحده اهو. يعني دكتور حضرتك انا مش حاله اللي انتوا عايزين مش انا لوحدي. انا عارف ناس اصحابي كمان تانية كتير عندهم من هذا الاستعداد. تفهم حضرتك انا مش عايز الحمله دي حد يخسرها بقى دكتور. في ناس مش عندهمش سنه كبيره قوي وعاوزين ينزلوا وزن. عاوزين برضو حضرتك انت وعدتنا والله.